بس انا هقول لك حاجه يا محمود، انا يعني بعرف عنك شويه بس مش كتير، وبرده ده الفرصه اللي كنا بنتكلم فيها مع زملائي، فرصه كمان ان احنا نبدا نسمع مطربين العرب الحلوين اللي بيقدموا. فغشيت شويه من احمد وقلت له النهارده انا عايزه يعني وريني حاجات حلوه لمحمود. شفت لك اولا فيديو كليبس حلوه قوي، غنى جميل، طرب، صوت، اغاني حلوه متصوره حلو، فيها حاجات حلوه، فيها روح رائعه، فيها شبابيه، فيها لسه فيها اصاله، يعني فيها طرب واصاله. فانا عايزه نرجع نستمتع، وما عنديش مانع برضو ملحن علي بدر يقترح عليك الاغنيه اللي ممكن نسمعها مع بعض دلوقتي. تمام، ايه رايك؟ كيف قلت لي عجبك ويشاركك فيها يعني كمان، خصوصا ما فيش هوا دلوقتي، نلحق. هي الاغنيه تخصها صح؟ اه طبعا. انا احب اغنيه تدرون ايش قال لي؟ لا لا، اهم حلوه هذه. ضمني. ضمني. ضمن اريد بحضنك انضم واستريح، عشت عالي ورديت بحضنك اطيح، يا غلاتك عالقلب وانت بعيد، ولو موت بغير اسمك ما صيح، لك لو موت بغير اسمك ما صيح، عطرك هوايا صوتك دوايا عشق وحناني ما لا نهاية. ضمني ضمني محتاجك حيل، نجمة جيتك وانت الليل، شايني من الدنيا شيل حبك حبيبي. ضمني ضمني محتاجك حيل، نجمة جيتك وانت الليل، شايني من الدنيا شيل حبك حبيبي. الله الله الله، يا سلام. يعني بجد بحييك، كلام رقيق لسه فيه للمرأة، شايلني من الدنيا شيل، يعني متشكرين والله جدا. سمعت الغزل العراقي. غزل عراقي يعني شديد، عايزين الحقيقة يعني ننشره في العالم كله. شايلني من الدنيا شيل. ماشي. حبك حبيبي. حبك حبيبي. يعني طب أروح فين يعني؟ ماشي. الواحد مستمتع، مش يعني حابب يسمع أكبر قدر ممكن من هالفن الأصيل يعني. فشايلني من الدنيا شيل، المرأة دايما محتاجة للطبطبة. نبه من نفسي. لا ياسمين تريدين نستمعين أكثر؟ لا، واحد يغني أغنية الثاني وسمع اثنين. أنا بالفعل يعني أنا كنت بشوف فيديوهات، أكيد يعني لازم هلأ رح نسألهم. أنا كنت بشوف الفيديوهات على اليوتيوب، وهم لهم مشاهدات عالية جدا يعني على اليوتيوب، لما زي ما حكيت هم عملوا حالة جميلة، يعني فيها روح، فيها حركة، فيها طبطبة زي ما قالت شافكي، وفيها هيك رقة. وطبعا دائما أحمد خير سفير لما ينقلنا الأغاني العراقية ويسمعنا إياها، وكمان صوته حلو، كمان صوته حلو. تحكي عراقي حلو. تحكي عراقي طبعا. قولي سمعي. علمتهم يحكون عراقي. احنا تهجبنا في احمد صوته كتير حلو. بالضبط. ان شاء الله لازم. بس هو الاستغلال مو هيك يكون، يعني موجود محمود وعلي بدر واغني، لا انا اقرا شعر ممكن وما يغني. هو السفير. يلا يلا مو مشكله اقرا شعر، بس المهم شاركنا. يلا شارككم. اكيد. لا ان شاء الله ان شاء الله تعملوا اشياء مميزه يعني، ونضل نتذكر العراق بهاي الصوره الجميله والمحبه واللي مليانه، يعني هي العراق زي ما احنا دائما بنقول.